الحياة مش سهلة وعمرها ما كانت سهلة، فما تحاولش تخليها غير كده. أكتر دعاء بحبه أكتر من التاني ربنا يقويك أكتر من ربنا يسهلك، لأن أنا عارف من تجربة إن الحياة عمرها ما هتبقى سهلة، فبحب ربنا يقويك قوي عشان البني آدم بيبقى أحسن، بس مش الحياة هي اللي بتبقى أسهل. قبل ما ابتدي مشواري، وده كلام حقيقي بجد، دعيت من ربنا إن يخليني راجل قوي وواحد مؤثر. عايز ابقى راجل قوي في الدنيا دي. عارف ايه اللي حصل؟ ربنا رزقني بمصايب عشان اواجهها، وبعد كده دعيت من ربنا الحكمه، راح رزقني بمشاكل عشان اعرف احلها. وقبل ما اسافر للغرب طلبت من ربنا ان يخليني شجاع، راح حطني في مواقف صعبه قوي في حياتي. واخيرا دعيت من ربنا الحب، راح جايب لي ناس بالنيات مش كويسة عشان يعرفني ايه هو الحب بجد ومين اللي بيحبني بجد. اللي انا بحاول اقوله ان كل دعواتي استجابت. واقول لك حاجة كمان على الحياة، الحياة مش عادلة، ما كانتش عادلة قبل كده، مش عادلة دلوقتي، ومش هتبقى عادلة في المستقبل. فما تقعش في فخ الضحية، انت مش ضحية. المشاكل اللي بتحصل لك دي دلوقتي اللي انت فاكر ان هي ساعات ظلم، دي الحياة بتجهزك للشخص اللي انت عايز تبقى فيه كمان 5 أو 10 سنين. ده ربنا بيستجاب لدعواتك. ازيكم يا جماعة اللي ما يعرفنيش؟ انا اسمي محمود الدرة، اب لاعب كمال اجسام محترف، يوتيوبر، واهلا بيكم في اكبر حدث كمال اجسام في الشرق الاوسط. البني آدم في الأول وفي الآخر عايز حاجة واحدة بس، كل واحد عايز يبقى سعيد. محتاجين 3 حاجات. هو أصلاً في هرم لاحتياجات البني آدم. أول حاجة الحاجات البيزك، أكل شرب وبتاعه ومكان تنام فيه، وبعد كده واحد يحبك، العواطف تتحب إلى آخره، وبعدين إحساس الإنجاز إن أنت تكون عملت حاجة من نفسك ويديك ثقة في نفسك، وبعدين الرفاهية. ده المثلث. فالبني آدم محتاج 3 حاجات. أول حاجة، حد عارف ايه هي؟ قول كده. الفلوس. الفلوس. بس اقول لكم حاجه على الفلوس، الفلوس ما بتشتريش سعاده. غرض الفلوس في الحته دي ان الفلوس هتجيب لك الاساسيات، الحاجات البيزك اللي هي اكل شرب وسقف. ولما يكون معاك شويه فلوس اكتر امورك بتسهل شويه. يعني مثلا عندك زحمه او عايز تطلع رخصه، عم احمد ظبط لي بقى الرخصه بقى عشان انا مش قادر بتاع. فلوس هتسهل لك حاجه، هتشتري لك وقت. عايز تروح تجيب عفش، ظهرك وجعك مش قادر بقى تقعد تبني العفش، تجيب واحد يبنيه لك، فهيشتري لك وقت برضه. دي الفلوس، بس ما بتشتريش سعاده. الحاجه الثانيه اللي محتاجينها الامتلاء، الليه بتاعتك. ليه تصحى من النوم وتطلع في الدنيا دي للدنيا واحد يكسر عليك، مديرك يقول لك يا محمد انت 5 دقايق متاخر ليه النهارده؟ ليه تطلع تواجه الدنيا دي؟ اهم يومين في حياه الراجل اليوم اللي بيتولد فيه واليوم اللي بيعرف ليه اتولد فيه. وكل واحد ليه الليه بتاعته. دي تبقى رؤيه ربنا مديها لك انت بس، انت بس مش لغيرك. فما تخليش ناس عمي يقروا لك رؤيتك ويقولوا لك تشوفها ازاي. كل واحد ليه المكعب بتاعه، انت تزينها براحتك. ما تخليش حد يقول لك تعمل ايه في المكعب بتاعك، ده بتاعك انت بس وجاي من ربنا. دي الرؤيه بتاعتك انت فقط. ده الامتلاء. تالت حاجه الحب. تالت حاجه محتاجينها الحب. حتى الحيوانات عندهم سيستم اجتماعي، بتلاقي الاسوده بعد ما بياكلوا مع بعض بيعملوا ايه؟ بيحضنوا في بعض وبتاع. يعني حتى الحيوانات محتاجين حب. ولما اقول حب مش شرط يعني جوز او جوزه، لا، ممكن يكون صديق، ممكن يكون عم، خال، اب، ام. انا عارف كتير منكم هنا ابطال امهم كانت واقفه لهم واقفه ما فيش زيها. هو ده الحب اللي احنا محتاجينه. بس طبعا كل الكلام ده سهل ان هو يتقال واصعب بكتير ان هو يتطبق. فهنا اقول لكم في ملخص، يعني عشان عندنا وقت، انا عملت ايه او الخطه السليمه اللي انت ممكن تمشي فيها. اول حته الفلوس، لازم تغطي الاساسيات. فهتضطر تشتغل، هتضطر تشتغل في اي حاجه، مش شرط حاجه تحبها. تغطي البيسكس بتوعك، الاكل والشرب وسقف ومكان تنام فيه. ولو انت عايش مع اهلك
عايز اقول لك ان انت في موقف احسن بكتير من غيرك، لان انت كده عندك الاساسيات متغطيه. بعد ما تخلص جامعه وترجع البيت، وبعد ما تخلص الشغل وترجع البيت، ساعتها بقى حته الامتلاء. لازم تلاقي حاجه بتحب تعملها في الدنيا دي، لازم تلاقي اللي بتاعتك. الهدف كله من ان انت تلاقي اللي بتاعتك ان لازم تتمكن منها وتبقى كويس فيها، ويبقى ليك مهاره بحيث ان انت تبتدي تعمل فلوس منها عشان تبقى زي المرتب بتاعك اللي يغطي الحاجات البيزك. نفترض تخش جرافيك ديزاين، تبتدي تتمكن فيها وتبقى فنان فيها. في الاول تقول لزميلك، بقول لك ايه يا حماد، انا عندي ثم نيل ممكن اعمله لك. انت شكلك كده الثم نيل بتاع يوتيوب اللي انت عامله ده ابو 2 جنيه، انا ممكن اعمله لك ابو 50 جنيه. وبعد بقى كام شهر يبقى ابو 200 جنيه. وبعد سنه سنتين تقول له لا يا معلم، انا بعمل بقى ثم نيل كابتن دره بقى ب 1000 جنيه بقى. ويطلع بقى فلوسك اللي انت بتعملها من الهوايه بتاعتك تبقى زي المرتب بتاعك، وساعتها هنا بتاخد القفزه. ساعتها هنا الايمان، كل الايمان بتاعك في ربك وفي نفسك بيخش في الموضوع ده. بحبوك انا كمان يا جماعه. الفكره بقى ان انت توصل للليفل ده، لازم تدي وقتك كله للحاجه اللي انت بتحبها دي في وقتك الفراغ. هي دي بقى التضحيات اللي بتخش هنا. وزي ما قلت لكم في الفيديوهات بتاعتي، لو انت مش هتضحي بالحاجات الصغيره اللي بتحب تعملها كل يوم، فانت هتضحي بحاجه بتحلم بيها طول عمرك. هقولها تاني، لو انت مش هتضحي بالحاجات الصغيره اللي بتحب تعملها كل يوم، يبقى انت هتضحي بحاجه انت بتحلم بيها طول عمرك. انا كمان بحبوك يا جماعه كلكم. وطبعا في الاول وفي الاخر، انت ليه عايز تعمل حاجه بتحبها؟ لان هي دي اللي هتعمل منها ذكريات، هي دي اللحظات بتاعتك اللي محدش يقدر ياخدها منك. انا شفت الناس اللي كسبت النهارده اللحظات، مش هينسوا اللحظات دي ابدا معاهم لحد اخر الدنيا. وبكره هتبقى انت بطل وتقعد مع ابنك حتى لو معاك ملايين. لما تكبر بعد سن معين الحاجات دي ما بتفرقش معاك، بتبقى لحظاتك بس اللي معاك بس، وتقعد مع ابنك. يعني انا مثلا دلوقتي خلاص مفيش بطولات، بجيب ابني بتفرج الفيديوهات بتاعتنا، بقول له بص ابوك كان بطل ازاي. وناس كتيره منكم هيعمل نفس الحكايه لما تكبر، مش هيكون معاك غير ذكرياتك فقط. هسيبكم باخر جمله عشان الوقت. اللي انا بحاول اقوله ان مفيش حاجه موعوده لنا في الدنيا دي غير حاجه واحده، اللي هي الموت. وفي ريسك في كل حاجه انت ممكن تعملها في حياتك، كل حاجه فيها مجازفه. فجازف بحاجه بتحب تعملها، لان حتى ممكن تفشل في حاجه انت ما بتحبهاش. وفي الاول وفي الاخر، اخر حاجه عايز اقولها لكم، اطلع من الدنيا دي موت بذكريات مش احلام. ده وقتي، شكرا، سلام عليكم. عايز اشكر مستر اسلام قرطام للايفنت الرهيب ده اللي ما اتعملش قبل كده، وجابني مصر بعد 12 سنه، واداني الشرف ان ابقى هنا واقف قدامكم. عايز اشكركم كلكم للدعم اللي انتوا دعمتولي السنين اللي فاتت، حتى لو اتفرجتوا بس على الفيديوهات. بشكركم بجد من قلبي، مفيش كلام يقدر يوصف اللي انا حاسس بيه دلوقتي، واللحظه دي هاخدها معايا لغايه نهايه حياتي. انا متشكر جدا لكل واحد فيكم. واخر واحد، اخر واحد عايز اشكره، واحد ملوش اي علاقه في الفئه بتاعتنا، بس جاب لساني كل مره على الجمهور بتاعه كله، المطرب ابي يوسف. معرفش انت فين، بس انت حبيب القلب. شكرا يا جماعه، وتصبح مرسي جدا، ربنا يخليكم. شكرا. طيب حبيبي، احنا خلصنا الدره، فين بومبا؟ بومبا ايوه، لحظه انا هنفذ.